نقولوا كم باختصار الشعب من فلت وفلوسنا رايحت خلاص شنو نبو؟ نبو وصاية دولية باش حد يتحكم فيها. ترجع انا تو بنحاول ندير له ملخص كان كذا. شكرا دكتورة فاطمة. It's all, I know we know everybody we know how difficult the task is and we are in a crisis and keep connections between the public the politicians and the doctors and experts in this triangle all the time through the crisis that we are in. Regular meeting, briefing about your plans weekly, bi-weekly. Definitely will do some reassurances and give some advices. And actually the injured people are now under priority. They're pushing for the government to set up a new place for Libya, but to treat them is time consuming. We should work on that. Meanwhile, maybe some local hospitals for different places for government for Libya, mafrud, we set them up to accommodate them when they come from treatment overseas to have the continuity of care they deserve. There might be something your ministry, inshallah, will look at. Ibn Libya, if you want to go back because he said it's too late for him, oh, Dr. Tariq, fadl. بارك الله فيك خلدون وشكرا دكتورة فاطمة يعني خلت معنا الوقت وسهرناك وبعدناك على العيلة ولكن يعني ان شاء الله كله في خدمة بلادنا ان شاء الله مش غريبة عليك وعلينا كلنا يعني بس في بوينت الاخيرة بك اللي متاع الجرحى على السريع يعني انا اعتقد المعلومات هذين كلهم اللي عند سواء ان هو تكون في فيشيل عند وزارة الصحة ولا عند اي بادي وفيشيل ولا المعلومات اللي كجروب احنا بنجهزوها مفروض تطلع للببليك يعني عشان يعرفوا شنو اللي صاير لان تو مش عارفين الدنيا ملخبطه مش فاهمين شنو اللي صاير لو نواجههم بالمعلومات كلهم وقديش يصرفوا 200 مليون ولا 200 مليار ولا اللي هن وبعد تالي يعني على الاقل في ببليك كامبين يعني الديسيجن الليبيين يبوا يضيعوا فلوسهم على هيك بيعالجوا روحهم برا كلهم كان باهم يبوش يبوا يحتفظوا بفلوس يبنوا بلادهم يبنوا بالداخل يعني قصدي برنامج ثاني النقطة الأخرى بس أنا بالنسبة لإدارة الصحة يعني أنا مش عارف شني رأي الدكتورة هي إحنا ماذا بينا في الصحة يعني كل مواطن ليبي يتحصل على نفس الخدمات الطبية وين ما كان يعني سواء كان في طرابلس ولا كان في نالوت ولا في شخرة ولا في سبها ولا في أي مكان يعني فأنا مش عارف شنو الفكرة إن هم ليش ما يدروا ديسنتراليزيشن يعني لازم ليش يكون كل شيء مربوط بالوزارة يعني عندكم مراكز او عندكم لجان صحيه في كل منطقه وخليهم هم اللي يشتغلوا يعني في النهايه اللي بيخدم منطقته يعني هذا اللي بيخدم المستشفى اللي بيجوا اهله وناسه واخوته ووحده فمش عارف اني ماشيين في الاتجاه هذا يعني قد يكون موضوع طويل النقطه الثانيه بتاع الاي ام سي معلش انا ما فهمتش الرول يعني ممكن كان في شويه ديبيت عليها من قبل هم طلبوا منا احنا كاطباء ليبيين نشتغلوا معاهم فما عرفناش في بعض الأطباء شكوا في النوايا متاعهم والشغل معهم أنا شخصيا ما عرفناش أي مشكلة يعني إذا كان ما فيش أي حاجة ويكون البروغرام كهل بسط الروتيشن يعني وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير بارك الله فيك دكتور طارق if everybody agrees so we can wrap some action points and list دكتورة فاطمة تبي تعقب الدكتور طارق or give a final statement before we summarize some action points if Dr. Fatma agrees to them of course. Go ahead Dr. Fatma before we wrap up. الله يبارك فيكم وشكرا راني ام يعني ام ريلي مش عارف كيف نقول لكم I'm feel very happy being in these meetings وبالعكس very useful and very helpful ونعتذر اني ما نقدرش نجي واجد مش معنى هذا اني انا مهملة أهمية الموضوع وأهمية وجودنا في كلام زي كده لأن في نتيجة ممتازة لكن للأسف راهو قسما بالله ما مش جهنم غادي مش حاجة عادية توعيالي حتى وان جيت قالوا لي how do you feel قلت لهم واخذة break from hell بصدق بدون مبالغة it's so difficult إني نلقى وقت حتى نقعمز ناكل يا ناس فريلي I don't it's not يعني neglecting the importance إني نقعمز معاكم يعني رجاء خاص رجاء خاص رجاء خاص ما نبيش حد يزعل مني لما نختفي راني نتبع في كل حاجة لكن الله غالب ما نقدرش مرات نجي لهنا يقعد عندي اجتماعات مجلس الوزراء يكون 12 في الليل راه يبدا 9 في الصبح ولا 10 يكون 12 في الليل This is how our life is there it's really hell بدون مبالغة it's not easy يعني نقول لكم حتى قلت مبروك هذه ما تنقالش بكفيها الشغلة هذه راه
ربي يبارك الواحد يقول الاخر يعزينا مش يقول لك ان شاء الله في النهايه تختم خير يعني. فمن جديد نكرر اعتذاري، لكن برضه حكايه اللجان هذين وني وي ريلي هاف تو ليت ذا جود جايز كم فورورد. باهي اللي ما يقدرش يجيني على فم مكتبي لان راه مرات صعبه يدز لي ايميل، يدز لي ايميل يا ناس ويتصل بنجله، انا حنحط رقم تليفونها الكم بعد هي نكتبه في الايميل. البنت هذه كفؤه جدا توصل لي الناس، وانا نقدر نتقابل معكم حتى في مقري لان الوزاره يعني very difficult to find to get me without an appointment. خلاص انا كملت كلامي توا وشكرا للاجتماع، it was very very fruitful و very helpful وربي يوفق الجميع. شكرا دكتورة فاطمة. I'm gonna rub some action points and please comment on them if you agree on them or not and everybody. جزاكم الله خير. Number one is the need for a teamwork with the Ministry of Health, an advisory team, maybe suggested or maybe elected or suggested from the groups. They can work with the Ministry of Health currently and work on the actual acute issues.